السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم دائما وابدا عبر شاشتكم الوطنية شاشة تلفزيون قطر. نطل عليكم في هذا البرنامج اليومي اللي رافقني فيه اخوي وزميلي محمد، أسعد الله صباحك. صباح الخير عليك اخوي حسن وعلى كل من يشاهدنا وين ما كان في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر جميل، شهر جميل بما يعطينا اياه وبما نعطيه. ف ايش رايك في اللي يقول رمضان الشهر مو بس الصوم، صوم وفرصه ان الانسان يضعف، تاخذ ضعف ولا تاخذ متن؟ يضعف بدنيا ويزيد ايمانا. لا اتكلم على الوزن. على الوزن كل واحد ونيته، يعني اللي يبي يستخدم رمضان لينقص الوزن زين وفرصة جميلة يعني جدا. هاي الصيام صجي مو بصيام المتقطع، هني هايك الصيام الصجي، فما تحتاج ان انت تصوم لصيام متقطع اللي تاخذه طول السنة. صحيح، لكن الله يعيننا على موايد الافطار والغدا والسحور. ايوه، اشياء ما نقدر عليها، ما نقدر نقاوم ونسيطر، لكن خلينا ناخذها من ناحية الإيمان. يعني الإنسان بطبيعته لابد انه هو يعني يطبق قواعد كثيرة في حياته، لكن يزيدها عن طريق رمضان. حب الإنسان للناس مبدأ. فالمؤمن يألف ويؤلف، وأن المرء ليجد الأثر على نفسه إذا جالس من يحب، من يحب من الناس، فيجد في نفسه متسع اتساع انشراح وأكرم الناس. في الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، كل ما انقضت حاجة الناس على يدك أو حاجة الناس اللي قدامك من خلالك، أنت تحب نفسك أكثر أو تقدرها. نعم بالتأكيد، والحب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. أحب هالمعنى كثير، يعني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فمن كان يقضي حاجة أخيه تكفل الله بقضاء حوائجه، وكلنا له حاجات يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بقضائها، فلا خاب ولا خسر مسعى. بدون شك في البداية نروح لرب العالمين، بعد ذلك اللي نشوفها من أشخاص حولنا. حول الإنسان يكون معطاء، المعطاؤون هم خير خلق الله أكرمهم صفاتا، الباذلون في العطاء هم اللي يعطون بدون ابتذال، وعطاءهم مرتبط بحب الخير للناس، واللي كل ما عطى استقر نفسيا واتزن. أحسن الناس هم اللي يسعون دائما في قضاء حوائجهم. أيضا نقول طالما استعبد الناس إحسان، لما يلمح الإنسان متى ما شاف اللي قدامه بحاجة ما يمشي إلا وقضاها، ويكون معترف أن كل شيء يعني عنده أو بيملكه، راح يظل إنسان فقير عند رب العالمين. فنقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فأنا فقير. اللهم لك الحمد، إن بلغنا هذا الشهر وشهر رمضان فاللهم لك الحمد. قال حسن البصري رحمه الله: إن الرجل لا يعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه وقوة في بدنه، وإن الرجل لا يعمل السيئة ف
فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. ودائما كل رمضان الواحد يسعى انه هو يدعي ويكثر الدعاء ايضا، او مع ايضا نقول صلاة التراويح، القيام، الله بلغنا هذه الايام، اي الدعاء انفع؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة الله غاية مرادنا، فإحنا نطلبه أن يعيننا ويساعدنا عليها. من الجميل أنك تسخر نفسك من أجل غيرك، من أجل رب العالمين في بادئ الأمر، وبعدين أنك تشوف الناس حولك، ممكن الكلمة الزينة هي اللي ترفعهم، ممكن هذه اللي تزيدك مقام في عين غيرك، ممكن لما تشوف الغير محتاجك في شيء تسعى له، ما يمنع. فسبحان الله اللي سخرك من أجل الغير. نعم بالتأكيد، والدعاء هو ركيزة هذا الدين، فالصلاة دعاء وهي سنام هذا الدين وأساس هذا الدين، فركن من أركان الإسلام الصلاة. ودامنا في هذا الشهر، شهر العبادة، شهر الإيمانيات، وأنت فتحت موضوعك اليوم على الأكل، تشيت ميل، تعرف شنو تشيت ميل؟ هي اللي تأخذها أنت مرة في الأسبوع إذا أنت بتسوي دايت، لو ناوي يعني. في ناس لا، كل يوم تشيت ميل، كل ما يال الفطور، يعني في ناس تكثر في الفطور ترى، يعني الحين انا صايم 16 ساعة عشان اخذ لي بس تمرتين وسلطة. بركة، لا ما نقول سلطة، نقول شوربة. شوربة، سلطة. تمرة، ثريد. ستارتر. هريس. بعدين مين كورس؟ ندخل على المرقوقة وعلى المشكلة كل شيء يفتح، لكن في ناس بالخمس ما يبون هالمقدمات، يبون يدخلون على طول على العيش واللحم واذا كان في. هذا الكبار، زين خلينا نتكلم عن الصغار و الحين انت اي واحد فيهم؟ أنا ما بين البينين، ما بين الصغار وما بين الكبار، فإحنا بينهم. لكن محمد يعني خلنا نقول الصغار، أنت دامك خلنا نقول دامني أنا بين البينين، فأنت خليك مع الصغار. شلون يكون الصيام الآمن لعيالنا الصغار؟ سيفتي كون سيفتي يعني. آمن. أنا أقول إن في ذكريات حلوة مع رمضان، لما أول مرة صمنا فيها، لما الواحد أول مرة يجرب فيها شهر رمضان كصوم لما يكون صغير. ولما يكون الصيام متقطع، لما نصوم لين الظهر ولين العصر، لما كانوا يقولون لنا بس اشرب ماي، يعني انت صوم بس اشرب ماي، هاي كان بالتدريج. هذه يمكن انت صغير. أيه. بس الحين كبرنا وعقلنا. مو باليوم كبرنا، كبرنا من كم سنه. والله يعتمد على الشخص. اذا مشاهدينا خلينا نطلع مع اخوي محمد في هذا التقرير اللي يتكلم لنا عن الصيام الامن للاطفال، ولا نعوده. ان شاء الله. رغم صغر سنهم، يبدو الأطفال حماساً كبيراً لقدوم شهر رمضان المبارك وتقليد الكبار في الصوم وممارسة الشعائر الدينية، الأمر الذي يحفز الأهل على تشجيعهم وتهيئتهم لأداء واجب الصوم حين يكبرون. ففي حالة عدم وجود أي سبب طبي مانع، فإن تعويد الطفل على الصيام يمكن أن يبدأ من سن السابعة وبشكل متقطع ولفترات محددة، قد تكون لساعات قليلة ومن دون إجبار، مع مراقبة دائمة لوضعه الصحي وتوفير كل العناصر الغذائية اللازمة لنموه عند الإفطار، إضافة إلى الحفاظ على وجبة السحور وجعلها قريبة من موعد بدء الصوم، والحرص على عدم قيام الطفل بمجهود شاق خلال النهار، والسماح له بالإفطار إذا شعر بالتعب الشديد أو الدوار. وفي الوقت الذي يسعى الآباء إلى تعويد أطفالهم على الصيام، قد يغفلون في المقابل عن أطفال آخرين غير صائمين، يحتاجون إلى وجبات غذائية كاملة طوال النهار، فيكتفون بتقديم بعض الطعام لهم خلال النهار بانتظار وجبة الإفطار الرئيسية، مما يؤثر على وضعهم الصحي ونموهم الجسدي. ولو استمر هذا الأمر على مدار شهر كامل، ربما يصبح فيما بعد أسلوب حياة للطفل، ولا يستطيع العودة بعدها إلى نمط غذاء صحي.
رجعنا من جديد. لما احنا بنتكلم عن الاكل فاكيد ان احنا صايمين، لكن احنا نتكلم من جانب انه دشين على شهر او دخلنا الشهر اللي كل شيء فيه حلو تبارك الله. احنا ما نتكلم من جانب الايمان، احنا نتكلم من جانب الاكل. شو اللي ما تقدر تقاومه حسن؟ لا 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 لا، غير الكنافه ما تبيها؟ كنافه ايه بس عشان بين المشاهدين ترى مو صجيه، مجسم يعني مو صدق. اكله كان طاح. شو اللي ما تقدر تقاومه غير الكنافه؟ والله شغل امي، اي شيء امي تسويه ما اقدر اقاومه. الله يعطيها طولة الصحه والعافيه وتنوع لنا دائما بالاكلات الحلوه. هاي المره الغبقة عندكم عيل، ابشر حياك. يصير؟ يصير ان شاء الله على خير. نتكلم من جانب الاكل مع الاطفال، يعني شلون احنا الصغار شنو المفضل على احنا نتكلم وزاره الصحه والاخوان الاخصائيين في هذا الموضوع، شنو الشيء اللي يقدمونه من اجل الاطفال في هذا الجانب من ناحيه الفطور؟ نعم، واللي راح يعرفنا اكثر من خلال ضيفتنا الكريمه السيده ندى الشمري، اخصائيه تغذيه من وزاره الصحه العامه. حياك الله معنا اليوم في استديو رمضان والناس. بارك عليكم الشهر اول شيء. عين عليك. في البدايه شلون رمضان وياك، وشلون الواحد قبل لا ندخل على خط الاطفال وشلون التعامل معاهم؟ احنا نتكلم من الانسان بطبيعته، هل سيستمه في الاكل يتغير؟ طبعا اكيد. اول شيء هي يصير فجاه تغيير على نظامنا الغذائي بشكل عام، يعني يوم عادي اكلنا وشرابنا وحتى ممارسه الرياضه وكل شيء، لثاني يوم على طول كل شيء يتغير. فاكيد راح يكون في تغييرات في الجسم، وهي راح ياثر طبعا على الجهاز الهضمي، على النوم وعلى الوزن طبعا. طيب نتكلم عن اهميه السوائل، بما ان هنا عصير غازي لبن، خلينا نتكلم عن السوائل واهميتها خاصه في هذا الشهر. طبعا بالذات الماي له وايد فوائد، نقدر نسوي فقره خاصه بخصوص الماي. الماي خلينا نقول يرطب الجسم من داخل ومن برا، نحتاجه حق نحافظ على وزننا، نحتاجه حق الجهاز الهضمي، العظام، العضلات، كل شيء. واذا في نقص من الماي بياثر علينا على طول، خصوصا هالشهر، لان احنا اصلا اغلب اليوم احنا صايمين، ففتره من عقب الفطور الى السحور اقصر، واحنا بشكل عام الكل مفروض انسان الصحي لازم يتناول او يشرب خلينا نقول 8 الى 12 كوب من الماي في اليوم، الكوب مو اقل من 250 ملي. فلان الفتره اقصر طبعا، احنا دائما نقول ابدوا فطوركم غلاس ماي، غلاس لبن، قليل الدسم، قليل الملح، وكل نص ساعه الى 45 دقيقه شربوا غلاس ماي. لحظه يعني انا اسف على المقاطعه. اي عادي. اللبن قليل الدسم وكين عرفه، قليل الملح بعد. قليل الملح هذه انا اول مره اسمعها. لا اكيد، لان اصلا اذا تقرا البضائق الغذائيه في قليل الملح، واحنا اصلا نفضل ان واحد يسوي لبن في البيت، تقدر تتحكم كميه الملح. هاي ينطبق على كل الاكلات. في ناس تعرفهم يمشون مع جهاز الكالوريز، هاي يحطون فيه الصحن ويقيسون كم كالوريز. اي صح، وايد ناس لهالدرجه صح. لا بس في رمضان حط استثناء. هي مو بس هي، خلينا نقول راح نركز اكثر شيء على الملح والسكر. الملح والسكر خصوصا فتره الصيام راح ياثر فينا وايد. الملح يسبب العطش، فاذا انت مثلا خلينا نقول خصوصا وجبه الفطور او وجبه السحور قبلها بيوم يكون في مثلا اكلات غنيه في الملح، غنيه في السكر، هاي راح ياثر فيك. مشويات يوم. مشويات لا، المشويات خلينا نقول المقليات، المشروبات اللي فيها نسبه عاليه من السكر، هاي كلها راح ياثر على ثاني يوم وقت الصيام. جميل. زين انا عندي مشكله انا اعاني منها في البيت. انا انسان احب السكر، احب الملح في الاكل. الله. عندي اطراف اخرى في يعني في البيت اللي ما يستخدم السكر خير شر. اوكي. لا في عصير، لا في حلا، ولا في شيء بدائل السكر اذا كان يعني مجبور، وبالاحرى ان احيانا ما في سكر وما في ملح عشان بعد عندنا ضغط. طيب الحين ربة المنزل كيف تقدر تسوي هذا التوافق ما بين افراد الاسره نفسهم اللي فيها اختلاف، اللي يبي سكر واللي ما يبي سكر. حلو. اللي يبي ملح واللي ما يبي ملح. خلينا نركز على الاكلات الشعبيه. انزين مثلا هاي اكثر شهر راح نتناول الاكلات الشعبيه، واحنا دائما نقول ان لعبوا في الوصفه وفي المقادير. مثلا المحلبيه شنو مقاديرها؟ حليب والسكر والنشا. احنا اي وصفه تطلب منكم الحليب ومنتجاته اختاروا القليل الدسم، منها قللتوا الدهون الغير صحيه ومنها قللتوا السعرات الحراريه.
السكر تقدر مثلا تقلل من نسبه السكر المضاف، وبعدين وقت التقديم تقدر تزيد خلينا نقول الطعم الوصفه او الوجبه، فواكه تحط، عسل شويه، يعني مهما كان احنا نحاول قد ما نقدر نلعب في الوصفه عشان نقلل من السعرات الحراريه ومن السكر والملح والدهون الغير صحيه. أنا هاي اهم شيء. الناس تحط تباسكو، التباسكو ما له تاثير. لا تباسكو ما في اي سعرات، ما في كالوريز، ما في كالوريز. زيرو اي عادي يحطونه في كل وجبه. اي بس هاي حق الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي وفي المعده طبعا. اي نتكلم شلون الاكل الشعبي اللي هو الهريس، حتى الهريس موجود عندنا. اي موجود مضروبه ثريد. هي طبعا حالات رمضان بالاكل الشعبي صح، ناقصه شو اسمه دهن. دهن اي كثره الدهن بعد مشكله. شلون نخلي الشعبي صحي؟ مو هذا اغلب الوجبات في منهم طبعا نقدر نخليهم طريقه صحيه سهل زين نخليهم صحي، وفي منهم شوي اصعب. ايه. الهريس اصلا بشكل عام هي وجبه صحيه، يعني مقاديرها هبه الهريس اللي هبوب كامله ومنها مصدر من البروتين. بس متى اصلا القيمه الغذائيه تتغير؟ خلها كذي عادي بالكيس وقت التقديم. اي اذا قدرت نبي نشوف الهريس تاكلونه بدون دهن او انه رشه دهن. أيه. بس مثلا الجيمات بس لحظه يعني غلفتها بذمه وضمير ما تبين حد يبطل عشان ما حد يفطر الجيمات الحين عندنا الجيمات. أيه. ناس حولوا قد ما يقدرون، سووا بالاير فراير، سووا بالفرن، ما يطلع نفس الشيء. في اكلات ما نقدر نغيرها، راح تغير الطعم، راح تغير الشكل كل شيء. بس مثلا يعني هالثلاث حبات كم سعر حرارية فيها؟ كم سعرها؟ 110 ما شاء الله. هاي يعني هاي ثلاث حبات صغار في 10 دقائق كارديو. منو ياكل ثلاثة؟ ياكلون 6 9 10. انا امي شو تسوي؟ شو تسوي؟ يعني الجيمات ما تاخذ الطحين الابيض، تاخذ البر. حلو. وتستغني عن الشيرة بدبس التمر. انا توني كنت بقول انه واحد بدال ما يعني يغمسه في الشيره انزين، انه عقب يعني وقت ما ينطبخون، لانه هو اصلا نوع من المقليات خلينا نقول انزين، فنحاول نقلل من السعرات الحراريه في شنو؟ في الشيره. شويه ترشه، ما تحتاجون تغمسونها كامل. واكلوا يعني مو لازم تاكلون وايد، ثلاث حبات مع صحن فواكه. قلتي لي 100 كالوريز ثلاث حبات، 110 هذه تنحرق في كم كم دقيقه كارديو؟ والله هاي يعتمد على جسمك وش كثر انت رياضي. اظن 10 دقائق يعني. لا هو لو 10 دقائق زين، ترى وايد منا كان ضعفنا بسرعه زي. بس هو طبعا لا مهم جدا، مهم انه واحد يمارس الرياضه وقت يعني خصوصا هالشهر، اللي بيحافظ على وزنه او اللي بيحاول يخفف من وزنه. زين اللي يقول يعني صلاه التراويح، صلاه صح. القيام تعتبر نوع من انواع الحركه اللي ممكن الواحد يحرق فيها، يعني الواحد ما يمدي يفطر، فطر خلص تجهز راح يصلي التراويح، خذاله ساعه وربع تقريبا صح. حرق فيها، خلص من التراويح يبرد ياخذ له يعني طاقه، ايش ياخذ؟ ياخذ. فانت الحين قاعد تتكلم على وجبه السحور خلينا نقول. لا 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 السحور؟ في غبقه للحين ما وصلنا للسحور. بعد ما وصلنا انزين، لازم تركزون اكثر شيء على البروتين والالياف، حاولوا قد ما تقدرون بعد تكثرون من الخضروات والفواكه، لان في منها سوائل اصلا خصوصا عشان توصلون اللي احنا ننصح فيه من 8 ل 12 كوب. البروتين والالياف راح تخليك تحس في الشبع لمده اطول، وتحاولوا تتجنبون الاكلات اللي غنيه في الملح، السكر، المقليات، هاي الاشياء اللي راح تعطيكم طاقه لفتره قصيره، بعدين على طول بتحسون انكم يعانين وشنو عطشانين بعد. زين شلون انا ما جوع في رمضان اذا انا ابي اضعف؟ هذا السؤال يمكن الناس وايد تبي تفهمه. شلون انا في رمضان اقدر ان انا ما اكل؟ ما اكثر لو بغيت ان انا اخذ بدل الصيام المتقطع اخذ صيام صجي. هو صح، انا احنا ما نقول ان عشان تقللون من وزنكم انكم ما تاكلون، لا تاكلون، بس تاكلون الاشياء الصحيه هاي اول شيء، وتمارسون الرياضه قبل الفطور من نص ساعه لساعه، عقب الفطور حسب وجبه الفطور بعد يعتمد. عشان نختم اعطينا التوزيع اللي حطيتيها في الصحن. توزيع الصحن ايه. اكيد نص الصحن خلوه خضروات، فأي نوع من السلطة أو خضروات مشكلة، ربع صحن بروتين صحي دي آي سمك مشوي، والربع الثاني نوع العيش. من النشويات اللي هو العيش أو خبز الأسماك. كربوهيدرات. لحظة يعني خلينا نكون واقعيين شوي، أعطيني هالصحن. تفضل. عمدي به. يعني صعبة، صعبة إن حالات تجيس الملال. هنا هريس، هنا برقوقة، هنا ثريد، هنا وين كلها صحن واحد بقسم هالصحن؟ يعني إذا الكاميرا موجودة خلنا يشوفون وين أقسم أنا هالصحن وأحط
كوب رز على سمك ولا دجاج ولا السلطة؟ صعبة شوي، أعطينا شيء ممكن يتطبق. هو أنت تعتبرها صعبة صح؟ لو تاكل شوي شوي تعطي فتشة حق المعدة، أن تلاحظ أن أنت أصلاً قاعد تعطيها الغذاء وكذي، هو أصلاً من نفسك مخك راح يقول لك أنا شبعت، ما راح تحتاج تكثر. ومنها زين طبعاً عندك أنت وجبة السحور بعد، وما أقول لا تحرم نفسك لا من الهريس ولا من الفريد، بس كل شيء منه شوي شوي. إيه من كل بستان زهرة. بالضبط. حتى الفيمتو موجود، المفروض إنه فيمتو يعني. شرفتينا والله، تبارك الله. إحنا نقدر جهد وزارة الصحة، ونقدر جهد الأخصائيين في التغذية. طبعا احنا نتكلم عن اللي يشتغلون بذمة وضمير، عكس اللي قد يكونون منتشرين في الفترة الأخيرة واللي يمشون يعطون بعض النصائح اللي قد تكون خاطئة. لكن شكرا على ما تعطينا. شكرا لكم. وشيء حلو ان احنا نشوف هذه الثقافة منتشرة اليوم بين مجتمعنا، لان تبارك الله ترى في كثير من الناس بدأوا يكونوا واعيين تجاه هذا الموضوع. يعطيك العافية. وما ننسى بعد جهود الدولة في نشر الثقافة الصحية، و منها اليوم الرياضي، توفير جميع المنتزهات الخارجية لتسهيل ممارسة الرياضة. كل الشكر لضيفتنا الكريمة ندى الشمري، أخصائية تغذية بوزارة الصحة. كل الشكر لك. تروح تمشي قبل الأذان؟ لا لا، أنا من بعد الغبقة نروح نلعب طائرة. ما شاء الله، في ناس تمشي قبل الفطور. قلت لك تعال ما جيت. إن شاء الله، في ناس تمشي قبل الفطور، وبعد الفطور يروحون يسوون كارديو، وبعد الكارديو يروحون يتسحرون، قبل السحور في غبقة. شلون يسوون هالمعادلة كلها في يوم واحد؟ كان ضعفه طول السنة. ممكن، لكن خلينا نطلع من هالموضوع. خلينا راح نشوف كتارة، ما شاء الله في ناس قاعد تتمشى، ما أدري إذا بنلحق نشوفهم. خلينا نشوف جمال كتارة وجمال قطر ونرجع. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات الجميلة من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، ونشوف مثل ما قال أخوي محمد كل يستمتع بممارسة الرياضة خاصة في هذه الأجواء الجميلة من رمضان. ورمضان يحمل معه أخوي محمد يعني أجواء رمضانية، إيمانيات، وأيضا الرياضة موجودة فيه وأكلات موجودة فيه، هذا أهم شيء. ما تقدر أنت ما تقدر تقاوم ذيات على وجبات كثيرة. خلينا نتكلم أيضا على جانب الإخوان اللي توهم داخلين الإسلام. تبارك الله، الحمد لله إحنا في بلد قدر أنه هو يحافظ على هويته من جانب أيضا إسلامه، بحيث أنه ما في شيء يخدشه. محافظين على هذا الشكل، حتى اللي يمرون على الأماكن ويمرون قطر يشوفون هذه المساجد وهذه المعالم الإسلامية، ودهم أن يتعرفون على هذا الدين. وبنفس الوقت إحنا ممكن نكون كأشخاص سبب في دخولهم للإسلام. فإحنا نتكلم أيضا عن مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة، واللي تمثلهم كمديرة دكتورة عائشة يوسف المناعي. حياك الله معنا. يا أهلا وسهلا بكم، وصبحكم الله بالخير والسرور وبهذه الأجواء الجميلة التي يعني أنتم تعيشونها في النهار وفي الليل أيضا، كتارة بجمالها
جمال قلوبكم الطيبة يعني. الله يجزاك خير، وجمال ضيوفنا وتواجدهم وإسهاباتهم الجميلة من خلال هذا البرنامج اليوم. دكتورة عائشة، يعني هذا الشهر شهر فضير يحمل معه يعني جو عام من الإيمانيات، ترتفع فيه الإيمانيات كثير. خلنا نتكلم عن أهم القيم اللي يزرعها يعني نكتسبها في هذا الشهر الفضيل. خلال شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشهر حقيقة الله سبحانه وتعالى يمنحنا إياه كهدية في كل عام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى، أولا اختصه سبحانه بالصيام وكتبه على المؤمنين يعني بالله سبحانه وتعالى. والصيام في حد ذاته يعتبر شيء كأنه نوع من أنواع الملائكية. يعني الإنسان بطبيعته يمتنع عن الاستجابة لأهم غريزة عنده اللي هي فيها حياة أو موت، اللي هي الأكل والشرب. طبعاً هذه الغريزة الأولى. نعم. في أشياء ثانية يمتنع عنها. لا، بس الغريزة هذه أساس. هذه موت أو حياة بالنسبة. يعني ما يشرب ماي طول حياته. لا يعني موت وحياة يعني. صح. مصير. لذلك فهو إذا امتنع، إذا استجاب لأمر الله وامتنع عن هذه الغريزة بالذات، وفي وقت معين يعني حدده الإسلام، يعتبر كأنه في صورة ملك، لأن الملائكة هي التي لا تأكل ولا تشرب. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل للصيام جعل له أهمية قصوى، ولذلك قال الصوم لي وأنا أجري به. بمعنى أنه يعني لم يتحدث عن أي عبادة، لا صلاة لا زكاة لا حج، عن أنه هو لي، إنما قال الصوم لي وأنا أجري به. لدرجة أهمية الصيام أن يوصل الإنسان، بالعكس حتى الإنسان يكون أفضل من الملك في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الملائكة مجبولون مطبوعون على الله سبحانه وتعالى، خلقهم هكذا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، إنما الإنسان لا، يعني هذا به حياته. ومن هنا فإذا امتنع فهو يجاهد نفسه مجاهدة شديدة جدا. إذن هو في مرحلة جهاد، هو في مرحلة أعلى من الملك، عنده قدرة يعني أو إرادة أكثر من إرادة الملك. فمن هذا المنطلق الله سبحانه وتعالى نسب الصوم له، بما معناه أن جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى عظيم يعني. لذلك فعلا الصيام هذا يعني الله سبحانه وتعالى كتبه حتى على الذين من قبلنا يعني. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بس أن في الشريعة الإسلامية له صفة خاصة. كيف يصوم الناس قبل ذلك؟ يعني الديانات الأخرى قد يصوم يوم ويفطر يوم، قد يصوم يعني عن بعض الأكلات المأكولات ويترك ويأكل الأخرى وهكذا يعني. وحتى الآن في وقتنا هذا يعني غير المسلمين هكذا صيامهم، يعني بطريقة أو بأخرى يناسبهم، إنما نحن صيامنا بأمر ونسميه أمر توقيفي في الشريعة الإسلامية. توقيفي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وقف على أمر الله سبحانه وتعالى، صيام من الفجر إلى المغرب بهذه الصورة يعني. جميل، ما شاء الله تبارك الله، في ناس الله يثبتهم أن يصومون كل اثنين وخميس. نعم وهذا بالعكس. هذا شوف، هذا نحن يعني الفريضة، يعني البعض ممكن يتساءل يقول بأن يعني ماذا نفعل في شهر رمضان. أنا أقول بأن بالنسبة للفريضة هذه يجب أن نؤديها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، هذه فريضة على كل مسلم. إنما النوافل طبعا الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى نوافله، يعني النوافل هذه الزيادات طبعا للإنسان فيها أجر عظيم، تساوي أجر. نعم أجر طبعا. عظيم. إذن خلال هذا الشهر والامتناع عن هذه الأمور، الأكل والشرب، خلنا نتكلم اليوم أثرها على الجيل النشأ، على الأطفال وهم يعني يتعلمون على بدء الصيام، التعلم على الامتناع عن الأكل والشرب، وإن كان
فترات محددة على حسب حسب عمرهم. والله تجد الطفل يرى. خلنا نتكلم اليوم عن ماذا يكتسب من خلال ممارسته هذه الشعائر الدينية. نعم رقم واحد، أنا أتصور فرحة الأطفال برمضان، ونحن نراها في أبنائنا عندهم فرحة كبيرة جدا برمضان. وطبعا الطفل يقتدي بأهله، فهو يشعر يعني حتى في سن صغير قبل أن يبلغ، طبعا هو لا يفترض عليه الصيام إلا في البلوغ، ولكنه قبل ذلك يتدرب بصورة بسيطة سهلة بروفة قبل حتى أمه تقول له لا أفطر هكذا، أنت عندك ما تشد عليه من عمر سبع، يقول أنا بصوم. صحيح. يصوم ويتحمل المشقة ويشعر بأنه بطل يعني. وعند المغرب طبعا هذه بالنسبة للجائزة الكبرى يعني بأنه يفطر مع الصائمين وكذا، فشعور جميل تخلقه الأسرة يعني. هذا طبعا تخلقه الأسرة أولا رقم واحد، ليس بالأوامر والنواهي ولكن بالقدوة. صح. الطفل والطفل يقتدون يقتدون، ما يرونك تفعل هو يفعل. أعطينا من ذكريات قطر اليوم، أكيد تبارك الله أن أنت عاشرت الجيلين، في من جيلنا أو من السبقون. إحنا نتكلم عن قد تختلف الأزمنة ولكن هي ثوابت، رمضان هو ثابت ما يتغير. نعم. في قواعد الإيمانية وغيره، لكن شو اللي في رمضان قبل يذكرك فيه رمضان؟ يعني ودك أنه هو يكون لازال موجود؟ لا شوف، كل أنا دائما في إيماني أن لكل زمان كما يقال رجالا يعني، فيعني كل زمن له حلاوته له طبيعته يعني، لا تتمنى قد يكون في زمن آخر. أنا وجهة نظري لا، في أشياء الواحد يشتاق لها يعني. طبعا شيء طبيعي يعني، قبل البيبان مشرعة، قبل مشرعة كل بيت، والبيت صغيرة كانت حسب الوسط الاجتماعي. صح. في الأول نحن نذهب من بيت إلى بيت على أرجلنا يعني، حتى القرنقعو والعيد. القرنقعو هذا بالنسبة لنا عيد ثاني. عيد نعم بحد ذاته، فعلا كلنا يعني في أولاد وبنات مع بعض حتى يعني، فما في مشكلة عندنا. لكن الآن دخلت يعني أشياء كثيرة، لبيت كبارات مساحات، أدخلوا بعد أيضا يعني أناس كثيرين حتى من الغرباء يعني مثلا، فلا يستطيع الإنسان أن يأمن حتى على طفل أنه يروح يعني مثلا يمشي من بيت لبيت، لا يمكن أن يمشي، إنما عن طريق حتى قلت أنا من وجهة نظري قلت أعداد الأطفال، أطفالنا خاصة القطريين حقيقة. أنا أشوفهم ما يعني تشوفينهم؟ لا أشوفهم إنه يعني قلت أعدادهم في القرنقعو مثلا وفي الأعياد، في يأخذونها حياة ما يطلعون. لا خلاص يقول لك لا أنا يعني ما اللي يجيبون لي إياه. أيوة. فهل اللي كنت أبي أقول لأن الآن أصبحت المبالغة الشديدة، وهذه الحقيقة اللي إحنا نستنكرها دائما المبالغات الشديدة تفسد. يعني تعتبر رذيلة في حق الإنسان، فلذلك مبالغات كبيرة في الأشياء، القنقعو الحلويات يعني الفازات والمش عارف إيش، الحاجات الكثيرة جدا يتكلفون ما لا يطيقونه، على أساس أن حتى هي فكرة بسيطة جدا، قرقعة هي يعني بسيطة بحلويات معينة للأطفال فقط. إنما الآن خاصة النساء يعني مو بمقصرين فيها، فهم يعني الرجال ما عندهم مشكلة في القصة، لكن النساء يعملون احتفالات. لا بتعال عندنا مشكلة، تدرين شو؟ تعرف شو المشكلة؟ احنا اللي ندفع، احنا اللي ندفع. أيوة. إذا يعني الدكتورة فالمبالغة دائما في كل شيء تفسده. إنزين دكتورة، يعني إحنا ديننا دين الإسلام، دين الوسطية، التسامح، ومثل ما ذكرتي في شهر رمضان يعني المسلمين يتصفون بصفات ملائكية. نعم. وزيادة الإيمان. اليوم خلينا نتكلم على صفة التسامح، غض البصر، يعني في الطريق الواحد ماشي. نعم. واحد مسرع كبس القيم الأخلاقية. خلينا نتكلم عن القيم الأخلاقية، هذه يفترض أن تكون موجودة في رمضان وغير رمضان. أي. ولكن رمضان كما قلت لك فرصة يعطينا بأن احنا نتأمل في أنفسنا في ذواتنا. الله سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب. نتأمل روحانيا جسديا نفسيا
عقليا. نصبر على الناس. نعم نصبر. الصبر زين. ايوه لكن ايضا نتامل حتى في هذه في اطباعنا في اطباع الناس وما الى ذلك. في نفس الوقت يعني الناس لا يتسامحون فقط في رمضان وخلاص وانتهى، وهذا يعني انا لاحظته في الواتساب وفي وسائل التواصل الاجتماعي قبل رمضان بيوم بيومين، سامحوني انا يعني ما حد بيسامح الاعمال ترفع الان وما الى ذلك. سامحوني لا صارت نكته الان. ها صارت نكته. إيوة. يعني تاخذ نكته الان صح. اذا المسامحه ليست كذلك. المسامحه رقم واحد، انت تغسل نفسك وقلبك. سامح نفسك. ايوه اول شيء انت، ثم بعد ذلك انت تكون مسامحتك للاخرين بامر مختلف. شرفتين تماما دكتوره، كلامك طيب تبارك الله. الله يسلمك. وكان ودنا نبحر في مواضيع ثانيه. دكتوره عاش يوسف مناعي ما قصرت بوجودك. الله يحفظكم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. وانت طيبه. قبل الفاصل ابى اقول ان امس في الدفنه احنا نتكلم عن فرجان اول، احنا نتكلم ايضا عن تجمعات ممكن تصير في رمضان، لكن في تجمع كان وايد حلو امس، تمنيت انه حتى لو غطينا السيائير القديمة الكلاسيكية. كانت متجمعة في أمام بيت واحد من الشباب، قدر أنه هو يجمع أهل الفريج لكن بشكل آخر. فإحنا حلوة هذه المبادرات الشبابية اللي في رمضان أن هي تعرف على أشياء قد تكون قديمة وحلوة. نعم بالتأكيد، وراح نكمل هذا الشيء مشاهدينا، نطلع معاكم في هذا الفاصل ومن بعدها نستكمل باقي فقرات البرنامج. ابقوا معنا. شرفتين. عدنا لكم من جديد. لما بنتكلم اليوم عن شهر رمضان، شهر مبارك ببعض العادات ببعض الإيمانيات، الحين بغيت أفرش أسناني يفطر ولا ما يفطر؟ نتصل على وزارة الأوقاف. لا قديم هناك. هاي موضوع قديم، قبل كانوا يتصلون على برامج اللي برامج الدينية أكثر من 10 سنين. الأسئلة هي تنعاد نفس كل سنة، بس الحمد لله خلاص الناس بدأت فهمت. أنا ما يفطر طالما أنك ما بالعافية. نتكلم اليوم من جانب العناية، عناية الإنسان بالأسنان، وش كثر مهم الإنسان يهتم بصحة الفم على مستوى رمضان وخارج رمضان. إحنا نتكلم عن بعض الإهمال إذا كان موجود، اللي يفرج أسنانه يمكن بعد الفطور أو يخليه لنهاية اليوم أو يخليه في بدايته. نتكلم أيضا عن دكتور مشرفنا بوجوده اليوم، دكتور بيان فواز غانم، شرفتنا، طبيب أسنان. شكرا. وحاصل بامتياز على سحب أعصاب. حياك الله. حياك. هلا. أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهدينكم الكرام، ومن هذا الموقع الجميل كتارة. يعني من المفيد بشهر رمضان، رمضان كريم علينا وعليكم، نتحدث عن صحة الفم والأسنان، ونحن عم نتحدث عن جمال كتارة قبل العرض، نتحدث عن جمال الأسنان وأثرها في صحة البدن والصحة النفسية للإنسان. وسألتني عن صحة الفم والأسنان في رمضان. في رمضان له خصوصية معينة بسبب ساعات الصيام الطويلة، فالصائم يتعرض للعطش، تجفاف الفم، يصبح اللعاب أكثر لزوجة، فمطلوب منا الصحة الفموية الاهتمام العالي بالصحة الفموية في رمضان، لأن الاهتمام بالصحة الفموية في رمضان يحسن حتى من الشعور بالعطش. يعني ما عاد الصائم يشعر بالعطش ويقدر يكون شعوره أفضل خلال الصيام. جميل جميل جدا. يعني الاهتمام في هذا الشهر، الاهتمام بالعناية بالأسنان له أثر إيجابي إن كان عن طريقة الصوم ولا على الصحة النفسية. خلينا نتكلم عن أهم العادات التي يجب أن نمارسها
في العناية بصحة الأسنان؟ هلق أنا اللي بهمني إنه الصائم يهتم بصحته الفموية من خلال تفريش الأسنان مرتين باليوم على الأقل، على الأقل. لكن بدي ركز على نقطة مهمة كثير، أهمية فترة الصيام فترة طويلة، يعني قد تمتد إلى 13 أو 14 ساعة، فأنا بهمني هالفترة هاي تكون أسنان نظيفة وما في بقايا طعام. فأنا بتمنى من الصائم فترة بعد السحور مهمة جدا لتنظيف الأسنان، بحيث أنه طوال فترة النهار ما في بقايا طعام بين الأسنان، ولذلك تفريش الأسنان مهم جدا ما بعد السحور، يعني بالفرشاة الأسنان واستعمال الخيط الأسنان وتنظيف اللسان. نعم. في رمضان الواحد يكثر فرش أسنان ولا نفس العادة؟ يعني يفضل مرتين أقل الإيمان. نفس العادة اليوم. مرة واحدة الصبح نفس العادة. بس ايه؟ أنا ركزت على موضوع ما بعد السحور، لأنه يعني أنت فترة الصيام كلها تكون أسنانك نظيفة تماماً، نظفت أسناني بالفرشاة. عبيتها بأكل أيوب؟ يعني خلاص، يعني أنا خلصت حصوم، خلصت أكل، أكون نظفت أسناني بالفرشاة تماماً وبخيط الأسنان. وبالإضافة لأنه في كثير من الصائمين بيستعملوا المسواك، أنا بأكد على أنه المسواك سنة نبوية محببة، لكن يجب الجمع بينها وبين فرشاة الأسنان. السواك لا يغني عن فرشاة الأسنان، السواك لا يغني عن خيط الأسنان، يعني هاي مهمة شوي، جمع بيناتهم. يعني السواك عادة محببة، لكن الجمع بين فرشاة الأسنان والسواك وخيط الأسنان وتنظيف اللسان. يعني السواك معروف أنه سنة، وسنة مؤكدة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يمنع استخدام مع استخدام السواك استخدام الفرشة والمعجون حسب نصائح الدكتور. دكتور، خلنا اليوم نتكلم شوي عن يعني غسيل الأسنان، طريقة التفريش. أنت ذكرت أن بعد السحور هو أفضل وقت للتخلص من بقايا الطعام خلال فترة الصوم، لكن أثناء فترة الصوم في صلوات، صلاة الظهر، العصر، الفجر، فالريحة أو الروائح الفم الغير محببة قد تؤذي أحياناً المصلين بجانبك. يعني مهم أن الواحد يغسل أسنانه حتى في أثناء فترة الصيام. صحيح. هلق بالنسبة لروائح الفم غير المستحبة، نحن لازم نشتغل على موضوع تنظيف الأسنان، مثل ما قلنا تنظيف الأسنان بالفرشاة من بقايا الطعام، لأنه في أسباب لروائح الفم، أسباب قريبة وأسباب بعيدة. الأسباب القريبة هي تسوس الأسنان، أمراض اللثة، أيوة، وجود تيجان سنية سيئة، تيجان الأسنان السيئة، خراجات في الأسنان. فنحن نشتغل على موضوع تنظيف الأسنان بفرشاة الأسنان، زيارة طبيب الأسنان قبل رمضان أو حتى أثناء رمضان لتنظيف أسناننا من طبقة البليك، تخلص من تسوسات الأسنان، تخلص من أي أمراض موجودة في الفم. وبالإضافة للأسباب البعيدة، الأسباب البعيدة التي تسبب لنا روائح الفم مثل الأمراض التنفسية أو الأمراض الهضمية، أنا بدي أركز شوية. بالإضافة إنك ممكن تزور طبيب قبل، يعني إذا شعرت إنك عندك أمراض تنفسية وأمراض هضمية ما في مانع من زيارة الطبيب، لكن في بعض العادات قد تكون محببة لإبعاد رائحة الفم للأسباب البعيدة. مو قلنا إنه الأسباب القريبة هي التسوسات وأمراض اللثة، ويجب أن نراجع طبيب الأسنان للتخلص من التسوس وأمراض اللثة حتى تصبح رائحة فمنا منعشة ورائعة. لكن أيضا بعض العادات الهضمية كتناول مثلا الملفوف المخلل، تناول الخضروات، كثير بتساعدك كصائم أنه ما يصير عندك مشاكل هضمية، والبكتيريا الجيدة في الأمعاء تشتغل بشكل جيد، وبالتالي ما يصير عندنا روائح كرية. دكتور، هناك يعني من اللي يحط طبقة السمايل هوليوود أو يسويها فيكون شكلها جميل، لكن الروائح جدا صعبة جدا، نصيحة لهم دكتور. زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري يأخذ الفينير، هل لا تأثير؟ نعم. ايه؟ نعم نعم أكيد، كل تيجان الأسنان بتسبب روائح الفم. ما أنا قلت أنه أحد أسباب رائحة الفم هي التيجان السيئة، فأحياناً يكون الفينير إذا ما مشغول بطريقة احترافية كثير منشوف حالات أمراض لثة. فلذلك أنا بشوف أنه مراجعة طبيب الأسنان إذا قال لك أنه
الفينير مشغول بطريقة سيئة، عم بجمع بقايا طعام، فالمفروض أنه يتصحح هذا الأمر، تتنظف اللثة ونشيل طبقة البليك. وأنت أيضا يعني اللي عامل الفينير لازم يهتم أكثر بأسنانه. صح. شرفنا دكتور، حياك الله. الله يديم شرفك. ومهم أن الإنسان اليوم يعتني بنفسه، يعتني مش بس على مستوى إحنا نتكلم من الداخل من جانب الإيمان، أيضا على مستوى الشكل، كلها عوامل تكمل الشيء اللي تعطيه من أجل نفسك وتنعكاس أيضا على الغير. نعم بالتأكيد. وما ننسى أن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأهم شيء نحافظ على صيامنا وما بعده يكون هين. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور بيان فواز، طبيب أسنان بامتياز ساحب أعصاب. شكرا أيضا لكل اللي موجودين في هذا البرنامج اللي من أجل المشاهد نعطي. الوعد بكرة إن شاء الله. فماذا لا. فماذا. Thank you.